اليوم كنا في شلف 02 ورحنا لشلف في اوت نخمو بصبع السبابة. درناك شغل هذاك اللي يخدم في الصيف في الكوشة وفي الشتا يروح يخدم في لافاج. يا خوتي في شلف صارت لنا ديكا جامي صارت لنا. المهم نديرو جينيريك ونجي نحكي لكم. قلت لك روح 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 اللي عيط لي المغامرة تاع اليوم بدات منا. ها وانا كنا قاعدين في القهوة في امان الله وبدون سابق انذار. شوف شنو هذا اللي كنا نفطو عندو سقاوي يرحم بابا صاحبي هذاك تاع الشلفه. ما كنتش شلفه ولا شلف شلف هذيك اللي فيها السخانه صايب وسمها نحله تبكت كاس تاع الجيم من قوه عبدو يهضر بزاف. اصبر اصبر عندي 2000 دوك واقين بيبي لو يعاود شيخ. عندي صاحبي صات فيه ديك على بالك باه تفهمونا ويكون في علمكم باللي حبه عبدو عيط لها نفطه نجوليك صافا يا خلصوا في الجي وروح اروح. خوتي هنا كنا في الذروه تاع القايله. خلص السيد في الكيسان تاع الجي وجينا رايحين. قال لي روح ضخ الشلف باش نقطعوا الحبه. قال لي باسكو اذا قعدت قال لي الحبه تكبر وتولي انت وانت تولي صغير وتولي حبه. ركبنا في كلانديستان وديما رينا ديرك للمطار تاع الطاكسيات باش نركبو في طياره صفراء تاع الارض ونروحو لشلف. ما عندك صافي خل خل حبه مازالت لك مشينا وصلوا عند سيد تمسخر بيه. المهم هبطنا في المطار تاع الطاكسيات رحنا نحوسو على تاع شلف. عبدو راح يسقسي قالوا له اذا لقيت طاكسي تدي لشلف دوكا ينور الملح. طفرت فيك صافي بدك تكبر معاك الحبايه كي صار كيما داك صاحبي اللي ولات له خانه. ورحنا ديرك للمطار تاع الكيران. قلنا معليش ما لقيناش طاكسي تروحوا في ترونسبور. دخلنا خوتي شو الغاشي دزاير كاع رحلت. زدنا سقسينا على لي ترونسبور ما كانش شلف كانوا ضك بلا بيتزا في وجهك سؤال. عبدو طاكسيات ما لقينا كيران ما لقينا صبر روح الرقم عندي 100000 صافي. عاودنا ولينا للطاكسيات سقسيناهم زعما علاه ما كاينش طاكسيات. قالوا لنا بلي اليوم الخميس والطاكسيات ناقصين بزاف تما ما ملي يروحوا للبلايص طاكسيات كاع يخلصوا صباح ربي. ومن هذا المنبر نكونسييكم تما اللي يكون حاب يروح كش بلاصه بالخميس يروح صباح شيه ما حيلقى والو. صدقوني غير طاكسي ما تلقاوها. طوموبيل هذيك تاع اللي جو وليت رجعها اللور وديماري وحدها وما تلقاهاش. يا اخي المثل تاع شوف الزنبع وين يتباع تبدل. قال لك شوف الطاكسي وين تلقاه عندك. المهم هذا الشيخ الحبه اللي قطع الحبه ثنا طوموبيل تاع السيد جاي يدينا. هضر معايا الشيخ حبه في التليفون قالنا مادامكم اكو جايين داو عندي انا اللي نوفر لكم النقل. خوتي باش تعرفوا باللي عبده مرفوع عليه القلم استغفر الله يا ربي وانا نتبع فيه. انا رايحين حتى لشلف باش نداو حبه تروحوا حدا. المهم تبع الكذاب الباب الدوش. خوتي شو يد هذا السيد اللي بعثه لنا تنحسب بالكيلومتر. المهم الشوفير حطنا في هذه البلاصه وهنايا وين يخدم الشيخ الحبه. صعب انا يخدم بو الشيخ بو حبه في دار الشباب. اروح اروح تبعني تبعت عبدو جينا داخلين دار الشباب تاع شلف. قال لي دوك هنايا اللي داخل نلقاو الشيخ الحبه كالعاده. تبعته جينا داخلين. امشي امشي هنا شنو هذا جبنا بلا بلا صواب شيخ الحبه عبدو جبنا صافي انا جبنا ربي هذا حيقطع لنا رصاننا مشي الحبه هاي حبه دم. انت قلت لي عيط له صهيب صهيب انا نقول لك الصح الصح انا كرشيت وجا ما قدرتش يا احمد عيط ما كنتش شيخ الحبه. السلام عليكم الطبيب عمو تاع الحبه صهيب بالله فهمت انت تعيط لي الصباح ذا وين جيب ماشي انا اللي عيطت لك هو شحال يكذب ما عندك انا صح ما عندك هو والله غاسف الله ما نزيد خلها صح انا مش تضرب بزاف انت انت ضرب فيا صهيب ولا نقول لك قطعوا قطعوا اروح اروح تا اروح اللي عيط لي اروح بعدك اروح بالله عبدو شو عنده راشين يا اه بس ما عمال صاحبي ما عندك هكا تشور ربطه لا يهرب خطر هرب عند الحفه ما تهدفش شيخ الحبه ويهرب ويتحرك يا عبد الله خيرك كلك خرجها له شيخ خرجها عندك حبه ايه عندك حبه لا غيرك تلك
عبدو تحيي الدور سيي قسمي جاي راح يصلي ويجي صهيب تحيي الدور راح يصلي ويجي تحيي الدور اوي اوي عبدو والله خيرك تدري والله غيرك تدري اسكت اسكت بلا عندي في التسليم وسلامة اطلع اللور عبدو اطلع اللور عندي كرطه تاع الارمي روح الله اكبر صايب قتلت قريلو هذاك محمود قتلت محمود انا نطلع قدام الكاس باش اون كان تقبلوا البنونتيري على البنو يكريفيو ويموتوا كاع درتو مريص هاكم على بالك اش معايا روح على دوك نتيري لك على ودنك تولي ما تسمعش خويا زامي شتي داروا لك كلاش غير كوطون تي في ودنك كان تخلصها غادي على بالك هذاك قلت لك روح صعب لو كان قلتو يدير بينا اكسيدون صعيب عييت بقينا واي في ميزك انت هذا راسي يفوت فيه رصاصو راح راه راسك خشين انت راه دوك تشدق ولا غير يفوت رصاصك تخسر في راسك باطل نسيي عبدو فيه الدم لا لا صعيب ما فيك صعيب عييت نجي نركب معاك صعيب جينا نقطعو الحبه حبيت تقطع لنا راسنا صعيب بالك تسلكو حبس حبس ديجا صاحبي حبس عييت حبس صعيب حنطي عييت بالك يهرب صعيب بالك تخلى عنا بالك تير روحي من اصر فيا هكذاك انا اللي جبت لك عينك انا اللي جبت لك عينك بالخلاش هذه كعرف راح تسلك هذه القضيه اسكت بالله اسكت شحال يهضر وهنا يدينا هذا طارق مع البنشورة ودينا بصح قلنا له هبطنا لافيل تاع شلف باش نركبو ونولو البليده وسط عبدو قلت له بقى داير له سلاح في راسو باش يوصلنا ورانا حابين صاحبي حبيت تقتلنا اي ولا مازال ما تفهمتش معاك انت اللي جبتني لهنا شو اسكت انت طلعت عينك دوك نتيري عليك دوك نتيري كاع نموتو كاع هنا نعيط شو نايتو انا شفتها في باب الهاوس في الارض الطيبه خضره كي قلت له خليها ديجا قول لي اسمح لي انت قول لي عمو عبدو عمو عبدو اسمح لي خسروا غراجك راك راه في داك السلام باقي نمشي راجل صهيب مالك انت صاب انا شبال هذاك زيدان تاع الارض الطيبه شحال ثقيل في السوق اخويا تقول راك تسوق في حمار انت عندك سلاح انا عندي عندي كلاش انايا هنايا في طريق لقينا جامع حبسنا نهبطوا نصلوا صلي كفا هي بتروح طاهر اهبط اهبط باش تروح طاهر اللي تروح طاهر انا وجدت لك الكفن هاولي هبطنا نصلوا نتجمعوا ظهر مع العصر باسكو انا مسافرين وما نتجمع روح تصلي روح زعما طبخني لا روح تصلي صلينا وجينا خارجين نكملوا طريقنا ومازلنا دايرين وسلاح في راسو باش هبطنا للشلف سوندر باش نولوا للدار خوتي انا بديت نتوسوس شوفوا هذه طريق اللي ودينا منها مشي طريق لافيل كاع خرجنا في جبل تسمى هكذا حشاهنا قلت له عبدو شو نكملوا فيها نطلعوه نرموه في هذا الجبل نعاودوا نهبطوا وحدنا وطر لي الشابو صاحي
وجينا طالعين في الجبل هذا نحوسوا على شي بلاصه خاليه نحطوه ثم ونهربوا باش ما يفيقنا حتى واحد. هذا الجبل اللي خرجنا فيه خوتي واسمه بني راشد. كيما قلت لكم جينا طالعين وكاين الفوق واحد الغابه جينا طالعين ليها باش نحطوه ثم ونهربوا. يا خوتي طاح الليل والجبل ما حبش خلاص. لا غير مليحه يا ربك نتير عليك صاب هذا ناس ملاح وقال ما نقولتلوش وقال نخليه ولا يرفضني هكذا في الطريق. وصلنا حسن ميقات كات ينزل الروح راح راح امشي حسب ريحه الشوان. اه شكون هذا؟ ما عليكمش السلام. شوفوا خوتي عطوني ناكل ولا نبدا نتير. شنو هذا الدجاج؟ انا معكم زعفان كول وما تعش قول ما تعش قول. لا راني زعفان خويا ناكل ونزيد نبقى زعفان. هذا وخا انا نديرها ما فيك انت اسكت اسكت خلي خويا واحد تجي تجي صوي مازال ما طابش مازال ما طابش. هذا الدجاج مليح خويا ميت ما تبلاش هذا. ها استغفر الله يا ربي صافي تاع ديك النهار واقيل عاونك عاونني نعاونك يا هاك بديت تتصرف فيا انت يا نعاونك يا شباب اللي غلبتك. هاك دير لي كلاش وما تديريش الدجاج خويا دير ثلاثه نتاعك ما تعطيني زوج صافي زيد دير فاي جاد اخرى الله في بزاف وكليت تصيبو واش دخلك خويا ديجا انت راك تخدم عندي راه راه ديجا ما كان لا دجاج لا ولا تصرفنا انت راه مشيت تروح انا صاب نديه يرقد ونعاود نولو انا غدو رانا نبقى نني 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 كان طاح الليل ما كاش كيف نعاودو نهبطو في هذاك الجبل باسكو امبوسيبل. اروح اروح شو تبعني اروح اروح شو تبع ريحت شو هنا ريح ريحت شو هنا تكسل روح طب تكسل هكذا ريح هكذا باك تحرك اربطو انا درت فوقو الحجر ما يقدرش دوك يزيد ينوض خلاص روح ارقد هاي هاي مخدة حط سلاح قدامك هاي نرقد ابدو نوض نوض ها ورا ابدو ورا سلاح شو مسلاح صوايب لا عندنا سلاح صباح الخير نوثو شتي هذي الطريق اللي جريها باخو بكاميو دوك تعاود ترجعها فيتاس تجري اشهد ان لا اله الا الله صايم موت واقف بالك تطيح سامزي يهربنا والله خير مزيان اه سامزي ضرب فيا فكرت كيف تاع مقبل لا ضربني البارح في الليل اه كنت بالكلاش كنت خايفني حمار كنت حلف امك كي كان عندي الكلاش وما درت شوط قلت لك نشري كلاش ونوري لك نزلت فيا الضربه صايب عرفت عرفت مسخانه راه صايب راني حاس روحي حنذوب كونفريت كنت صغير كنت نرضع واسمه السكر بابك سخانه والله غير نذوب لك تعال يا صايب العييز كما شفتوا بالسيب باش هربنا لهذاك السيد. المهم هبطنا ندورو شويه في لافيل تاع شلف يا خوتي عبدو تقول زيسكيمو كل دور يقول لي والله غير حنذوب ما قلت شلف خوتي والله غير كيما كاع الولايات كيما بليده كيما كاع سخانه نورمال ماشي هذيك سخانه. انا كنت حريح شويه جا لي عبدو قال لي صايب لقيت الكيو كيو تاع ذاك السيد اللي كان يضرب فيك قال لي كيو كيو تاع الشيخ الحبايا ندوها له صايب. طب والله غير ادينا هيا تعرف تسوق اوه فيها مفتاح فيها مفتاح انا ما نعرفش نسوق نعرف غير ندي ماري مشاريع لقيناها مفتوحه والمفتاح لداخل قلت له عبدو السور تاع الشيخ الحبه قال لي والله غير تاعو نعرفها رحنا ديرك نوضنا الكيو كيو تاع الشيخ الحبه عبدو شغل كان يهضر سيريو امنته قلت انا نديها له نخلف الثار تاع الضرب اللي ضربني نوضناها وجينا مدي ماري قلت هذيك هي ثان نروحوا بها البليده ما عندناش بمن نولوا نروحوا تزنا بلاصه تاع لافولي صايب في كينا كيو كيو صايب ولا غير هاي هذه كيو كيو ديناها وجينا رايحين للدار ديريكت ما فيها لا كوارط وما ناش نافدين البيرمي يحكمونا في بارج نعطوها لهم نقول لهم ادوها ونزيدوا لهم دراهم صافي هذه باش يديروا بها يعبزوها خلاص راح البليده اه واش بيه مهبول هذا صاحي اه حبس لنا واحد السيد في نص طريق حبسنا بالطوموبيل اه هذه شكون كنت شو شكون هذه شكون خمسه مولاها واقيل طيب مولاها باصينا هاك مفتاح صاحبي لقينا جبناها لك نعاودوا اه زيد شويه
ضربت صاحبي بكف يا خوتي عبدو. هذا الكيوكيو تاع السيد ماشي تاع هذاك الشيخ الحبه. سيد هبط يشري من الكوشه خلى المفتاح في الطوموبيل. المهم خوتي مسخانه هذه ما قدرت نهضر مع عبدو حتى كلمه وجينا رايحين نمشوا. صايب شوف فوقنا راهي سخانه نحن ندوب صباح ندوب. ايماجيني في القيله وانا ندور وحدنا يسخو درميناه مع الشيخ الحبه نسيناهم ثم وفيهم صوالحنا كاع. شو عبدو راح تكسل في القطرون قال لي عيان وانا لقيت وحده طريطوار ثم رحت ريحت ريحنا شويه وجيت نايض قلت له عبدو نوض خلينا نروحوا ما هي سخانه هنا بزاف. صايب ذبت صبر اجي فروت ورا الواحد ديني في الكونجلا خلاص ما قدرتش صبر نش حسب الكور تاعي. اي يا يما صايب 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 خوتي عبدو ذاب خوتي قاعد جيبوا معكم بالا وفروطر وروحوا لشلف نرفدوا عبدو شويه شويه ونديروا هي تكونجلا. المهم احنا خلاص المغامره تاعنا اليوم في شلف. روحوا الانستغرام تلقاو برومي كومونتير صايب وعبدو زيرو نديروا لنا ابوني وسنلتقي في الرحله القادمه. أيام.